إلى روح شهيدنا العزيز والغالي السيد مصطفى بدر الدين وإلى أرواح كل الشهداء نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، النقطة الأولى. قبل أسبوع في يوم الجريح المقاوم أنا تحدثت عن التطور الإيجابي الذي حصل عند الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، وبالفعل الآن تأخذ من المصنع، مصنع اللبناني، بتطلع طلوع، كل هاي المنطقة زبداني، مضايا، سرغايا، سبنا، لفوق طفيل الإصبع اللبناني اللي جوا لا توصل لفليطة. هذه المنطقة كلها باتت خالية من المسلحين ومن الجماعات المسلحة، وأصبحت هذه الحدود نستطيع أن نقول أنها آمنة بدرجة كبيرة ومهمة. نحن في المقاومة الإسلامية ذهبنا إلى تلك الجبال منذ سنوات، وقضى مجاهدون فيها في الجبال في الثلج في قساوة الشتاء وقساوة الصيف، ليالي وأيام صعبة، قاتلوا، قدموا الشهداء، سواء من هذه الجهة من الحدود أو من تلك الجهة من الحدود. الآن على الحدود اللبنانية الشرقية لم يعد هناك من أي داعي لتواجدنا، لذلك أنا أود أن أعلن بأنه نحن الآن فككنا وسنفكك بقية المواقع العسكرية على تلك الحدود اللبنانية من جهة الأراضي اللبنانية ونخليها، لأنه لم يعد هناك أي داعي لتواجدنا هناك. المهمة أنجزت. يعني هلا بيقدر هذا العسكر يصطف ويقول، يضرب تحية للبنان وللشعب اللبناني ولكل الشرفاء ولأهل بعلبك الهرمل ويقول لهم المهمة المتعلقة بالسلسلة الشرقية أنجزت، بدماء الشهداء، الجرحى، التضحيات، الصبر، تضامن الأهالي. هلأ من هون وطالع مسؤولية الدولة. طبعا لو الدولة طلعت من البداية هي أخذت الحدود وواجهت الجماعات المسلحة ما كان في داعي نحن نروح. هلأ على كل الآن مسؤولية الدولة، هن اللي بياخدوا قرار، الجيش اللبناني بيطلع، أنا معلوماتي أنه يمكن بدهم يطلعوا أو بلشوا يطلعوا، ونحن قلنا هذه المواقع بتأسيساتها، بدشمها، بما فيها، بترتيباتها، تفضلوا. نحن لسنا بديلا عن الدولة اللبنانية ولا عن مؤسسات الدولة اللبنانية، ولذلك مفترض أن تصبح الحدود الشرقية في مسؤولية الدولة اللبنانية بشكل كامل، ونحن خارج دائرة هذه المسؤولية. هذا ما بيعني أنه بتضيع الناس حتضل مفتحة عينها في مكان ما. طبعا في المقلب الآخر حيث أعاد الجيش السوري انتشاره على ضوء التطورات الميدانية الجديدة، نحن على طول الحدود في المقلب الآخر وفي عدد معين ومتواضع من المواقع سنحافظ على تواجد تنسيقي وحضور حتى يشكل خط أمامي لمنع اختراق أي مسلح أو مسلحين باتجاه الحدود اللبنانية. الاتهام للأسف الشديد من قبل بعض القوى السياسية في لبنان وبعض وسائل الإعلام وبعض المنابر اللبنانية السياسية والإعلامية أن حزب الله بده يعمل تغيير ديموغرافي بمحافظة بعلبك الهرمي. عندما غادر أهل الطفيل بلدتهم بسبب الأحداث الأمنية قيل هذا الكلام وانبنى عليه ما شاء الله. نتيجة الأحداث اللي كانت عم تحصل بعرسال قيل نفس الشيء، بالوقت اللي حزب الله إلى جانب الجيش اللبناني إلى جانب كل الأهالي ببعلبك الهرمل كان عم بيشكل سدا منيعا لحماية كل البلدات في بعلبك الهرمل، سواء كان أهلها من الشيعة أو من السنة أو من المسيحيين